استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره في قصر الرميله معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. رحب سمو ولي عهد الفجيره بمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه خلال اللقاء الذي تم فيه تبادل الحديث حول العلاقات الوثيقه بين الامارات ومملكه البحرين في مختلف الجوانب بالاضافه الى استعراض خطط وبرامج الاتحاد الاسيوي لكره القدم الهدفة إلى تنمية منظومة اللعبة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية من جانبه أشاد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على ساحة كرة القدم الآسيوية والدولية متمنيا لها دوام التقدم والنماء